فقمنا في الفترة اللي فاتت دي في الكام سنة اللي فاتوا دول بعمل دورات تقريبا وصل دربنا حوالي لسه مثلا ما يقلش عن 10,000 متدرب في جميع المجالات، وكلها حاجات مهمه جدا وثقيله جدا زي المدير المعتمد، دورات الليدرشيب، اعداد قيادات، كلها دورات كلها مش 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 سهله، بس هي في الاخر بتقدر تغير الفكر وبتخلي اي حد في مكانه هو مش بيبقى مش مؤدي، لا ده هو انوفيتيف. يعني احنا بنخلق الناس بانوفيت مش بس بينفذوا خلينا نرجع معاك ورا شويه لكلام حضرتك. بعتوا 25 واحد في الصين يتدربوا على قياده التغيير عامه، ال 25 بقى دول لما رجعوا هم اللي بداوا يحطوا الفكر والاستراتيجيه اللي هتشتغل عليها الوزاره. هم دلوقتي انا عايزه اقول لك ان انا واحد منهم، انا واحد من الناس دي. هايل. دلوقتي لو انت بصيت دلوقتي شفت هما فين دلوقتي، الكلام ده من 4 سنين مثلا. تمام. تقريبا كلهم تقريبا برغم ان هم اعمارهم مش كبيره لكن تقريبا مسكوا قيادات في الشركات بتاعتهم بغض النظر عن اعمارهم، فبالتالي انت كده عندك اكتر من محور اللي هو تمكين شباب وتمكين مراه. طبعا. فكل دول دلوقتي مسكوا، هم مسكوا وتمكين بتاهيل تفرق معاك كتير قوي. هم ما مسكوش علشان هم عشان الجمله طبعا، لا هم مسكوا عشان هم كانوا جادرين بالاماكن دي.